الشعب السوداني. الله اكبر. احنا كلنا شايفين اللي حصل للسودانيين. الله اكبر. احنا ما قدرنا نستخدم القوه المميته، القوه القصوى لا ما استخدمناها. الله اكبر. الله اكبر. لكن اذا العدو ما انصاع وما استجاب حنضطر نستخدم الصعوبه. ما تسمعوا كلام في اعلام. الله اكبر. الجيش ما هنا بس، الجيش في كل السودان. الله اكبر. والجيش كل الشعب السوداني. الله اكبر. كل جيش الان كلهم واقفين معاكم. الله اكبر. هذه المعركه. الله اكبر. احنا عندنا كل الفرق الان، كل المناطق العسكريه مسيطر عليها وكلها بقوتها كامله. الله اكبر. عندنا اي فرقه قويه اي حاجه. الله اكبر. مسكه قويه. الله اكبر. نحن ممكن كل الشعب السوداني الان متحد للقوات المسلحه. صحيح في هدنه، نحن الهدنه دي قاصدين منها أن الخدمات تمشي لأهلنا الناس البسطاء المساكين، البنات مكتظبا وبيوتهم انتهكت حرماتها ومالهم نهب وعذبوا وقتلوا بدون ذنب بدون ذنب بدون سبب. يقولوا الحرب ضد الكيزان، وين الكيزان؟